اتحلت الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعاية الصبر ما تعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. في الميعاد ده بالذات ولله الحمد والمنة منذ عشرات السنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات. نقدم الجديد والمفيد والسعيد دائما في علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد. هنا بإذن الله تعالى تلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة، ووعد إن ده أكيد. في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة. يمكنكم التواصل عبر رسائل SMS أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. في الحلقات الماضية أذكر حضراتكم بما قالته أميرة من دمياط. نسمع الفيديو ونشوف هنقول إيه. وهو عنده 40 سنة، ملوش علاقة سن الرجال عموما، مش مؤثر قوي، لكن انا عارفة بس حبيت اعرف حضرتك يعني. فدلوقتي اما الدكتور قعد يشرح لنا لقيت انا اللي هتبهدل يعني، هو فعلا. ايوه يا سيدتي، للأسف الشديد الشغلانة بتاعتنا دي، الشغلانة بتاعتنا دي الرجالة منصوفين والستات محكوم عليهم بده، بمعنى الرجالة طب يا ستي ده امر الله، هنعمل ايه؟ الرجالة بيعملوا تحليل واحد، يا كويس يا مش كويس، والتحليل بتاعهم سهل وبسيط ورخيص، تمام؟ أما الستات فحوصاتهم متعددة ومعقدة. حضرتك هتضطري تعملي حقن مجهري وانت عمرك 24 سنة بسبب الزوج، يعني الزوج هو السبب والداعي للجوءك للحقن المجهري. طب مش هو الداعي؟ آه. مين بقى زي ما انت بتقولي اللي هيتشكشك؟ انتي. ومين اللي هيعمل سونار مهبلي كل يوم بعد يوم؟ انتي. ومين اللي هياخد، كان صريح معانا جدا، ومين اللي هياخد تحليل اسمه الاي 2 كل يوم 2-3؟ انتي. ومين اللي هيتابع التبويض؟ انتي. ومين اللي هيعملوا له سحب البويضات ببنج؟ انتي. ومين اللي هينتظر الاجنه؟ ومين هينقل الاجنه؟ ومين اللي هيقعد في البيت مستريح وياخد ادويه ومثبتات ولبوسات وحقن؟ انتي. ده امر الله، هنعمل ايه؟ فعلا هو الدكتور فعلا والله شرح لنا، بس انا حبيت اقول لحضرتك بس يعني، لان انا يعني وانا العمليه اولا يعني اما الدكتور قعد يشرح لنا انا فعلا رجعت لورا، خفت فعلا حقيقي مش هكذب عليك، لان الناس فعلا اللي هتبهدل مع يعني، مع ان انا برضو متبهدله من زمان يعني، انا متبهدله ست من زمان. ست اميره انا يعني بحترم صراحتك وعشان كده بتكلم معاكي بمنتهى الصراحه. فرص اذا كان الارقام اللي حضرتك بتقوليها حقيقيه، بس عشان ايه اترجم لحضرتك؟ لا فعلا والله يا دكتور. ايوه يا ستي، انا بس لازم يعني اي كلام. عظيم عظيم، انا مش بقول انك بتكذبي، انا لازم احط الفريز ده يعني، لازم احط المعلومه دي. اسمعيني بس كده في جمله، اذا كانت الارقام اللي بتقوليها عن تحليل الزوج حقيقيه، ففرص ان يحدث حمل بصوره طبيعيه وبدون علاج وبدون لجوء للحقن المجهري هي صفر، تمام؟ الا هي صفر، تمام، الا بمعجزه من الله وهو قادر على كل شيء. اما اللجوء للحقن المجهري فسيحول فرص حضراتكم من الصفر الى 50%، وهو رقم واو، فرق. طب هو ارقامه دي ده عنده 10 حيوانات منويه بس، هو ده ينفع يحصل معاهم حقن مجهري؟ ولو 2 ولو 3 ولو 4 فقط، تمام، ينفع. والفرص النجاح هي بالارقام اللي بقولها، وسنك الصغير بيزود نسب النجاح، ودي الميزات في حالتك، تمام. الاتصال ده او الجزء ده من اتصال اميره عرضناه الحلقه الماضيه، عشان لما هي بتقول انا حسيت ان انا هتبهدل، فحبينا نشرح ايه خطوات الحقن المجهري عشان نعرف هل فيها بهدله ولا لا، او ايه الخطوات بالظبط. خطوات الحقن المجهري بتبدا باعطاء السيدات، بعمل فحوصات للسيدات وبعمل تنشيط للتبويض، وبعض الاحيان بنعمل منظار رحمي قبل اللجوء للحقن المجهري، ثم متابعه للتبويض، ثم سحب البويضات، ثم اخذ البويضات دي لمعمل الاجنه، ثم فحص البويضات في معمل الاجنه، ثم عزل البويضات، ثم تنقية البويضات من الخلايا المحيطة بيها، ثم تلقيح البويضات أو تخصبها عن طريق بالحيوانات المنوية، ثم انتظار انقسام البويضات وتكون أجنة، ثم نقل الأجنة دي إلى تجويف الرحم. والحلقة الماضية اتكلمنا عن الخطوات دي، واتكلمنا بتفصيل على الخطوة بتاعة التنشيط التبويض ومتابعة التبويض ثم سحب البويضات. فالخطوة دي
هنيجي في الفيديو بتاع النهارده نقولها بسرعه ونختصرها عشان نقفز الى الخطوات التاليه اللي المره اللي فاتت عرجنا عليها بس كده اسما، النهارده هنقولها تفصيلا عشان نشرح لكل المقبلات على الحقن المجهري ايه الخطوات اللي هيمروا بيها. الحلقه الماضيه جاوبنا على اميره هتتبهدل ولا لا، هتاخد حقن قد ايه، هتعمل ايه، هتتابع التبويض ازاي، ثم تحت مخدر بسيط زي ما شرحنا وورينا لحضراتكم الفيديو بنعمل عمليه سحب البويضات. هنبتدي فيديو النهارده بعمليه سحب البويضات عشان الخطوات اللي قبل كده قلناها اجمالا المره اللي فاتت وتفصيلا، النهارده هنختصرها عشان نروح الى تفاصيل الخطوات التاليه. لو الفيديو جاهز معانا نبتدي، وهنبتدي باول جزء فيه واول لقطه فيه هي سحب البويضات بالابره اللي المره اللي فاتت وريناها لكم بجهاز الشفط، وهنشوف ده النهارده. نشوف الفيديو بعد اذن حضراتكم. هنعلق عليه، الفيديو عنوانه معجزه الحقن المجهري والرحله بدءا من سحب البويضات الى نقل الاجنه. هذه هي صوره المبيضين اللي بالجريبات اللي فيهم زي ما شفناها بالسونار المهبلي، وهنقوم بادخال ابره بنعتبر البويضه ناضجه لما تبقى 18 ملي او اكتر. دي الابره اهي ومسارها شفناه المره اللي فاتت على السونار المهبلي بيحددوا خط منقط، ونبتدي بسحب هذه السوائل. السوائل دي بتروح الى انابيب، الانابيب دي محطوطه في جهاز يحفظ درجه حرارتها عند 37 درجه. هذه هي الانابيب ومحفوظه بالجهاز اللي بيساعد على الحفاظ على درجه حرارتها. لاحظوا كده التنقيط اهو، دي السوائل، واحنا بنشفط السوائل داخل الجريبات تمتلئ بها الانابيب. نسحب جرايب ورا التاني ونملأ السوائل دي في الأنابيب، ثم عندما تمتلئ الأنابيب، الخطوة دي المرة اللي فاتت قلناها بالتفصيل، النهاردة بنيجي عليها سريعا بقى، ثم هندخل الأنابيب اللي فيها سوائل دي إلى معمل الأجنة. هيقوموا بسكب السوائل دي في طبق، وينظر الطبيب بتاع الأجنة والمعمل الأجنة تحت الميكروسكوب بحثا عن بويضات، فإذا وجد بويضات هيقوم بشفطها بالجهاز ده اللي هو البيبيت أو الماصة. ادي شكل البويضه تحت الميكروسكوب، بتبقى ده هو بيقوم دلوقتي بسحب هذه البويضات. لما يلاقي بويضه يسحبها. البويضه بتبقى هي النقطه السوداء دي ومحاطه بخلايا، هذه الخلايا تعرف بحاجه اسمها كاميلس اوفرس. بنحط ساعتين لاربع ساعات البويضه في سائل يساعد على استمرارها على الحياه وعند درجه حراره 37، ثم نبدا في دفع سوائل تذيب الخلايا اللي حوالين البويضه اللي هي اسمها الكاميلس اوفرس عشان نسحب السوائل الخلايا دي ونترك البويضات دون خلايا محيطه بيها. اهم دلوقتي الست دي عندها ست بويضات امكن فصلهم، ولما نفصلهم تماما نسحبهم في مصه ثانيه وننقلهم لطبق اخر وندفعهم للطبق الاخر اللي برضه فيه سوائل مغذيه لهذه البويضات. دلوقتي عندنا ست بويضات تم فصلهم من هذه السيده ووضعها في الحضانه، ثم هنبدا بخطوه تخصبهم بالحيوانات المنوية اللي واخدينها من الزوج. هندخل لعينة السائل المنوي مصة اهي برضو وليها سن مدبب رفيع، وننتقي الحيوانات المنوية، والحيوان المنوي اللي نلاقيه كويس شكلا نقوم نسحبه داخل هذه المصة، وتحت الميكروسكوب نذهب بهذه الإبرة الرفيعة لندفع. هنطلع لكم سهم دلوقتي، حاولوا تركزوا كده، الحيوان المنوي لونه باين جوه ده، وبعدين ندفعه إلى داخل السيتوبلازم بتاع الخلية. ومن هنا كلمة انترا سيتوبلازميك سبيرم انجكشن واللي تعرف اختصارا اكسي. بعد 18 ساعة تقريبا يتم اختبار البويضات دي هل التخصيب تم ولا لا. بنعرف التخصيب من ان بتتكون داخل البويضة المخصبة دايرتين كده، هنحط لكم دايرة حواليهم اسمهم برونيوكلياي، وتعرف هذه المرحلة بي ان برونيوكلياي او النويات ما قبل النواة. نعرف ان حصل تخصيب ونستمر وضع البويضات في سوائل ونتابعها تحت الميكروسكوب لأنها بتبدأ بتنقسم من خلية واحدة إلى خليتين، والخليتين الأربعة، والأربعة إلى ثمانية، ويتم التقييم في اليوم الثالث. بعض الأجنة بتستمر اليوم الخامس فتتمدد ويبقى فيه سائل جواها زي البويضة المخصبة اللي موجودة في أعلى الشاشة اللي احنا بنقرب منها دي. دي صورة جنين بويضة مخصبة وصلت لمرحلة البلاستوسيست اللي هي كيس الخلايا وبداخله سائل. ده جنين جيد. هننقل الصوره بقى لتحت، ده جنين غير جيد. هنلاحظوا حضراتكم ان في تفتت لبعض الخلايا داخله، وبالتالي الجنين ده مش جيد. فنقدر نقيم انواع الاجنه، وبرضو ده بنقوله النهارده سريعا، هجيب لحضراتكم فيديو على كيف نقيم انواع الاجنه. ده شكل الجنين اللي جاهز للنقل بعد 3 او 5 ايام طبقا لجودته. بناخد الجنين ده نشفطه داخل برضو قسطره رفيعه، اهو هيتشفط اهو،
وهنعلم لحضراتكم حواليه بدايره داخل هذه القسطره، يتم تحميل الجنين في منتصف قسطره النقل. هنحط دايره دلوقتي عشان حضراتكم تشوفوه بوضوح. اهو هو ده الجنين اللي حملناه داخل هذه القسطره الرفيعه اللي يمكنها ادخالها داخل رحم السيده. هو المنظر ده، ممكن نشيل اللوجو بعد اذن حضراتكم. دي القسطره الرفيعه اللي هنستخدمها، بندفعها داخل الرحم تحت جهاز السونار. اهي هنشوفها لونها ابيض، اهي بتدخل داخل الرحم، مش محتاجه مخدر هذه العمليه. وننقل الاجنه وندفع الجنين اللي شفنا ان جودته كويسه وننقله داخل الرحم الى اعلى تجويف الرحم. طبعا في برضو خطوات اختصرناها هنا، ان احنا خلال فتره ما بتكون الست البويضات بتاعتها بنتابعها والاجنه بنتابعها وبنتابع انقسامها، بنتاكد من جوده سمك بطانه الرحم انها تستطيع استقبال اجنه، وبندي هرمونات لتحضير هذه البطانه لاستقبال الاجنه. يبقى الخطوة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على تنشيط التبويض ومتابعة التبويض وفحص المبيض بالسونار المهبلي وشفط البويضات، وابتدينا الحلقة دي بشفط السوائل اللي داخل الجريبات، وبعدين شفنا شكل البويضة تحت الميكروسكوب وكيف نفصل هذه البويضات وكيف نزيل الخلايا المحيطة بها الكاميلس أوفرس وكيف نتعرف على بويضات بس، ثم كيف نقوم بعملية التخصيب اللي هو حقن الحيوان المنوي داخل البويضة، ثم نتابع الانقسام لتكون أجنة ونحكم على جودة الأجنة. الجودة الأجنة والحكم عليها دي قلناها النهاردة سريعا إجمالا، هنيجي في فيديو بقى في حلقة قادمة عشان نقولها بالتفصيل، عشان نجيب كل خطوات الحقن المجهري بالنسبة لحضراتكم بالتفصيل، عشان السيدات تفهم يعني إيه كلمة تخصيب، يعني إيه انقسام، يعني إيه أجنة، يعني إيه جنين جيد وجنين غير جيد، يعني إيه أجنة اليوم الثالث وأجنة اليوم الخامس، وما الفرق بينهما. كل المبهمات دي هنحاول أن نزيل ما يحيط بها من غموض، لأن للأسف بتجيلنا سيدات تقول لها عملتي حقن مجهري؟ آه. إيه النتيجة؟ فشل. طب طلعتي كام بويضة؟ معرفش. طب كانوا جودتهم إيه؟ معرفش. طب كام واحدة اتخصبت؟ معرفش. طب كام واحدة انقسمت؟ معرفش. طب كام جنين؟ معرفش. طب كان نوعية الأجنة إيه؟ ده كلهم بقى بيقولوا، كل السيدات اللي بيروحوا لمراكز الحقن المجهري تقول لك قالوا لي الأجنة بتاعتك ممتازة. طبعًا لا يمكن الإجابة دي تبقى صحيحة، لكن كل بيتقال له كده. هنعرف بقى الأجنة تبقى ممتازة إزاي وتبقى مش ممتازة وإمتى، ننقلها في فيديوهات قادمة عشان نشرح خطوات الحقن المجهري بالتفصيل لأميرة ولكل المقبلات على الحقن المجهري، وربنا يوفقهم يا رب. نبدأ في استقبال اتصالات حضراتكم. معنا اتصال تليفوني، لمياء اتفضلي. يا لمياء خليكي معانا واتكلمي. ماشي، شوفوا ايه اللي بيضحك لمياء. وبالتالي الحقن المجهري زي ما قلنا يماثل سباق متعدد الحواجز، عارفين سبق الحواجز كده؟ فانت في سبق الحواجز مطلوب انك تجري بسرعه وتجري ضد الوقت وتحقق احسن نتيجه في اسرع وقت، بس في كل لحظه بنحط لك حاجز عليك انك تتخطاه وتتخطاه بصوره جيده عشان تصل في النهايه ان النتيجه بتاعتك تبقى كويسه. ففي حواجز كتير قبل الوصول الى الحمل بالحقن المجهري. حاجز الاول فحوصات السيده وفحوصات الزوج. حاجز الثاني في اعداد السيده لعمليه الحقن. حاجز الثالث فأخد أدوية تنشيط التبويض وإزاي الست تاخدها وتتابع النمو ونضوج البويضات. وبعدين في معضلة وحاجز إن تطلع لها بويضات وإن البويضات دي تبقى عددا وجودة كويسة، ثم نقوم بسحب عدد كافي من البويضات، ثم نفصل البويضات، ثم تخصيب البويضات، ثم انقسام البويضات، ثم تكون أجنة، ثم نقل الأجنة، ثم بعد ذلك سيحدث حمل ولا لا. سبق حواجز في 18 حواجز لازم نعبرهم عشان نصل الى نهايه السباق بنجاح. معانا اتصال تليفوني. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. لو سمحت يا دكتور، انا مريضه سكر. ايوه. ومعايا بنتين. كنت حضرتك عايزة أعرف حضرتك سنك كم سنك كم سنة؟ كنت عايزة أعمل عملية حقن. ثانية واحدة، ثانية واحدة، سنك كم سنة؟ صعوبة وكده. سن حضرتك كم سنة؟
23. 23. عندك سكر من النوع الاول ولا من النوع الثاني؟ يعني سكر من وانت انا طفله. باخد انسولين. مريضه بتعتمدي على الانسولين، يعني من وانت طفله مريضه سكر من النوع الاول ومعتمد على الانسولين. وتزوجتي وانجبتي بنتين. ربنا يخليهم لك. وحضرتك عايزه تروحي تعملي حقن مجهري لاختيار جنس الجنين عشان عايزه تجيبي ولد. واضح. ايه السؤال بقى؟ السؤال دلوقتي يا دكتور، انا يعني بعد بنتي الثانيه عندي قيصريه. لا انا ما سمعتش، الصوت وقع. بعد بنتك الثانيه في ايه؟ حصل عندي تجمع دموي مكان الجرح، مكان القيصريه. تمام، حصل تجمع دموي تحت جرح القيصريه بعد ثلاث ايام اسبوع من العمليه اكتشفتوه. وقعدت تغيري عليه الفترة. عملت عملية، عملي منظار شال التجمع الدموي ده. منظار، اضطريتي انك بعد القيصرية تعملي منظار عشان يفضوا التجمع الدموي اللي كان في جدار البطن. فبعد كده قال لي انت ليه بعد المنظار الاولاني، قال لي لا انت ليكي منظار ثاني المفروض تعمليه شهر 12. الكلام ده كنت في شهر 10. هو انا الحقيقه مش كده بقى، الكلام خرج عن نطاق الطب الذي افهمه، انا مش فاهم المنظار الاولاني لايه والمنظار الثاني لايه؟ هو اللي حصل تجمع دموي في الحوض ولا في جدار البطن؟ يعني حضرتك كانت حرارتك بتعلى وكان عندك الم شديد وقالوا ان في وريد او شريان اتفتح جوه وعمل تجمع دموي في الحوض فدخلوا يغسلوا الدم ده؟ دموي بس. يعني ده اللي حصل. وكان في الم شديد والحراره بتوصل اربعينات. قال لي انت ليكي عمليه تاني شهر 12 عشان الجرح لو لقيناه لم تمام، ما لمش هيضطر ان هو يعمل لي ايه عشان عندي التصاقات في الرحم جامده. جرح ايه اللي ما لمش؟ جرح القيصريه الداخلي؟ جرح القيصريه. جرح الجرح الداخلي للرحم لقوه مفتوح؟ فعمل لي بقى منظار في شهر 12. المنظار ده وهو يعني بعد ما خلص المنظار وتمام، راح وهو طالع بقى بالمنظار راح قطع لي الحالب الشمال وجرح لي المثانه. الحالب والمثانه الاثنين؟ وزرع. طبعا هو مش تخصص دكتور النساء، فاصبح ان انا رحت للدكتور مسالك عملوا زرع، عملوا زرع للحالب الى المثانه. يبقى هو اللي حصل، حصل قطع في منطقة التقاء الحالب بالمثانة، يعني آخر حتة في الحالب هو داخل المثانة. فالحالب اتقطع وريتراكتد، اتشد لفوق. الشمال ده وراح مركب لي واحد تاني. أيوه، ركبوا دعامة وشدوا عليها الحالب إلى اللي زرعوا زرع جديد للحالب داخل المثانة. وبعديها بثلاث شهور شلت الدعامة وقعدت أسبوعين بالقسطرة. تمام، وبعدين هتشيل القسطرة وعادي بقى خلاص. كده انا ماشيه تمام، يعني حياتي ماشيه تمام. بس لما رحت لدكتور النساء عندي قال لي انت مش هيحصل عندك حمل طبيعي. ليه؟ ما اعرفش بقى، هو ده المشكله بقى. فبقول له يا دكتور، قال لي لا الحالب بقى يعني الحمل مش هيبقى مش هيثبت. وقعد لا، هو الحمل كتير. الحمل لا علاقه له لا بالحالب ولا بالمثانه. هم مش قادرين بس يقولوا لحضرتك الحقيقه. اللي حصل لحضرتك ده حاجه اسمها سكندري هيموريج، حصل التهاب شديد في جرح القيصريه الداخلي. هذا الالتهاب ادى الى فتح جرح القيصريه، فبقى الرحم من الداخل مفتوح فنزف، لانه اكنه ما حدش قفله كويس، فنزف وحصل تجمع دموي. التجمع الدموي ده بعد يومين ثلاثه حرارتك هتبقى عاليه جدا وهيبقى فيه التهاب وهيتحول الى ما نسميه خراج في الحوض. فدخلوا عشان يعملوا درينج، يعني يشفطوا التجمع الدموي ده والصديد اللي اتكون. الكلام ده كله احدث التصاقات شديده. انا من الاول، من اول ما انت قلتي لما بتقولي قالوا لي ليك منظار تاني، فانا عمال اقول ليه ليه ليه. المنظار التاني لما دخلوا كانوا عايزين يتاكدوا ان جرح القيصريه اتقفل والتئم وما هواش مفتوح، ولو ان كان في طرق اخرى بسيطه من بعيدا عن المنظار، لان المفروض في حاله حضرتك ما حدش يبقى حابب يعمل تدخل جراحي ولا منظار، كانوا يعملوا حاجه اسمها اشعه بالصبغه او سلاين سونو هيستروجرافي، سونار مهبلي مع حقن محلول ملح داخل تجويف الرحم ليتاكدوا من التئام الرحم. ما علينا، دخلوا بالمنظار فكان في التصاقات شديده، فكان في صعوبه في عمل المنظار نتيجه الجرح القيصريه اللي كان مفتوح في الجدار الامامي للرحم التصق بالمثانه، وده ادى لصعوبه في التعرف على المثانه، فاثناء اجراء المنظار حصل جرح
في أعلى المثانة عند منطقة التقاء المثانة بالحالب، وغالبا هو الحالب الشمال في الأغلب يعني. وبالتالي ده استدعى ان حضرتك تعملي حاجه اسمها ري امبلانتيشن اوف ذا يوريتر تو ذا بلادر، يعني نشد الحالب ونعيد زرعه داخل المثانه، وده دكتور المسالك ويحطوا عليه دعامه. خلاص كده مفيش مشكله بالنسبه للدعامه والمسالك، وحضرتك خلاص هتتحكمي في البول وهتبقي كويسه، والحالب بتوعك هيبقوا كويسين جدا جدا جدا. بس يجب في القيصريه اللاحقه ان يبقى في مراعاه، لان احتمال جرح المثانه مره اخرى وارد، فالافضل ان يتاخد ده بحيطه شديده وفي وجود دكتور مسالك وقت القيصريه. نيجي بقى نتكلم على الحمل. هو قال له حضرتك مش هتحملي طبيعي لا بسبب الحالب ولا بسبب المثانه، بسبب الالتصاقات الشديده اللي احدثتها التهاب الحوض اللي حصل، فده أثر على غالبا أنابيبك وفرص حدوث الحمل الطبيعي منها، وبالتالي التقت الرغبتين، رغبة حضرتك في أنك تجيبي ولد فرايح تعملي حقن مجهري لاختيار جنس الجنين، والحالة أن بقى فيه التصاقات شديدة الآن تعوق حركة الأنابيب، فحضرتك تروح تعملي حقن مجهري بس بعد التأكد من أن جرح القيصرية ملتئم ومش مفتوح، عشان ما يبقوش بينقلوا اجنه بقسطره زي ما احنا شفنا النهارده كده في الفيديو بتاع النهارده، فيبقى الاجنه بينقلوها لتجويف البطن لان مفيش الجرح القيصريه مش ملتئم او في نيش كبير، نيش يعني عدم التئام لجرح القيصريه. هو ده حاله حضرتك بالتفصيل. طبعا للاسف الشديد ان دي مضاعفات تحصل وستحدث مع كل الاطباء مهما كان كفاءه الطبيب، كل ما الطبيب كفاءته يبقى اعلى كل ما المضاعفات معاه تبقى اقل، لكن مفيش طبيب بلا مضاعفات. المشكله الثانيه ان حضرتك مريضه سكر، فده بيخلي اي حاجه من دول التهابات الجروح بتبقى نسبتها عاليه جدا ويعني تتطور تطورات مش ظريفه. لكن قدر الله والحمد لله دلوقتي حضرتك متحكمه في المثانه والبول، وممكن نحمل عن طريق الحقن المجهري، لكن مش عشان المثانه ولا الحالب ده داعي للعمل الحقن المجهري. ألف سلامة على حضرتك، الحمد لله على سلامتك، ونحن باسم جميع الأطباء نتأسف لحضرتك، بس هذه مضاعفات ستظل للأسف الشديد تحدث مهما تطور الطب ومهما كان جودة الأطباء ومهما كان جودة المكان اللي بولد فيه ومهما كان كفاءة تقل بمرور الوقت والكفاءة والمهارة والحيطة، لكنها للأسف لن تنعدم للأسف الشديد. معانا اتصال تليفوني آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك يا دكتور لو سمحت، انا كنت متجوزه من 2.5 سنين، وحضرتك يعني انا حملت بعد ما اتجوزت بشهر. ايوه. فحضرتك انا حملت وبعد كده قالوا لي كيس الحمل فاضي، فالدكتور اداني برشام نزل الحمل. تمام. فضلت ماشي مع دكاتره كتير وكانوا بيدوني منشطات. لا حضرتك كعاده المريضات المصريات ما قلتيش الجمله وما حصلش حمل بعد الاجهاض ده، ورحت الدكاترة عشان ما حصلش حمل، الجملة دي ما قلتهاش. كانوا حضرتك بيدوني منشطات ماشي، فحضرتك أنا جيت يعني زهقت من المنشطات وكده فقعدت حضرتك، حصل حمل بقى يعني الشهر ده، أنا قلت مش هروح فيه الدكاترة، حصل حمل لوحده من شهر 9 اللي فات ده حضرتك. أيوه. حضرتك سامعني؟ أسامع حضرتك جدا. فحضرتك حصل حمل وجيت قعد بالظبط 50 يوم ولقيت لقيت في دم. تمام. فحضرتك عملت رحت مستشفى عملت فيها عمليه تنظيف. ايوه يعني الحمل، اصل حضرتك زي ما يعني كعاده المصريات بتتهم الاطباء، قعدوا يدوني منشطات ما حصلش حمل خالص، الشهر اللي سبت فيه المنشطات حصل حمل. ايوه في النهايه الحمل اللي حصل انتهى باجهاض كمثيله الاول. هم الظاهر بس ما حدش قال لحضرتك الحقيقة التي سأقولها أنا بعلو صوتي، وإذا كان أي حد قال كلام غير كده يبقى كلامه مش مظبوط. حضرتك عندك مشكلة في التبويض، وبالتالي عندك ضعف في التبويض، وبالتالي سيحدث حمل متأخرا كل عدة شهور، ونتيجة لسوء جودة ونوعية البويضات اللي خارجة الحمل ده بينتهي بإجهاض. تمام؟ ايوه صح حضرتك، ما هو كان فعلا التبويض بيقولوا لي مش كويس، بس الاجهاض بتاع اول مره كان بسبب ان كيس الحمل فاضي. ما هو يا فندم كيس الحمل الفاضي ده معبر، ده صوره من صور الاجهاض اللي بسبب سوء جوده البويضه. المره الثانيه لما كيس الحمل كان موجود او كان كويس او ما كانش فاضي وكان في جنين بس ما فيهوش نبض او كان في نبض ووقف، هو برضه صوره اخرى
للإجهاض بسبب سوء وجودة البويضة التي خصبت. فالحمل الأولاني اللي انت بتقولي ان اول ما عرفت ان انا حامل اجهض او لقوا كيس الحمل فاضي، والحمل التاني اللي قعد 50 يوم وبعدين نزل دم بني وبعدين رحت المستشفى وبعدين قالوا لي ده مش هيكمل ودخلوني عملوا لي تفريغ، هما الاثنين واحد. بقى انا مشكلتي دلوقتي ان انا عامله عمليه الكحت دي من 27/10، قعدت 40 يوم بالظبط في دم بيروح وبيجي، وبعد كده جت الدوره حضرتك، جت حوالي في شهر، جت في شهر 12 في اوله، من ساعتها لحد ما جت الدوره الثانيه الدم خلص حضرتك، بس في زي افرازات بنيه ما بتروحش خالص. حضرتك لازم تعملي سونار مهبلي جيد عند طبيب متمرس يقول الحقيقه لاكتشاف بوائي من الاجهاض السابق. هي طلع اصلا دكتور تخدير ومش دكتور نساء، وده اللي انا اكتشفته بس من يومين. كنت بتتابعي مع دكتور طلع دكتور تخدير مش دكتور نساء؟ لا انا كنت متابعه مع دكتوره، بس هي قالت لي انا ما بعملش عمليات، فخلت دكتور تاني يعمل لي عمليه، واكتشفت ان انا بعد ما عملت العمليه بحوالي شهرين رحت تاني اكتشفت ان هو طلع اصلا من دكتور نساء وطلع دكتور تخدير. وفي بوائي من الاجهاض داخل الرحم؟ وحضرتك انا بقول لحضرتك في دم. ايوه يا فندم، في دم ده بقى انا قلت لحضرتك لازم عمل ايه؟ الافرازات البنيه ما بتخلصش. ايوه حاضر، حضرتك انا هقول لتاني مره، يجب عمل سونار مهبلي جيد عند طبيب امراض نساء متمرس ومتخصص في السونار عشان يكتشف اللي انا باكد تقريبا انه موجود، ان في بوائي من الاجهاض لم يتم نزولها حتى هذه اللحظه، والاجراء ده متاخر شهرين. يعني الاجراء اللي انا بقوله ده المفروض كان يتعمل من شهرين، لان وجود نسيج متبقي من الاجهاض داخل تجويف الرحم من شهر 10 حتى الان يقترب من 4 شهور شيء مقلق جدا، لان اذا حصل اي التهاب في هذه الأنسجة الميتة الموجودة داخل تجويف الرحم وانتقل هذا الالتهاب إلى قناتي فالوب وهم أعضاء شديدة الحساسية، فقد يدمر هذه الأنابيب وينهي عملها تماما، وتتحول المشكلة من مشكلة تبويض وبويضات سيئة النوع باخد منشطات عشان يحصل حمل إلى مشكلة أنابيب تبقى ليها تدخلات أخرى وعلاجات وجراحات و لآخره. حضرتك انا كنت عاوزه اجي لحضرتك، بس انا مش عارفه اوصل خالص للعياده، ما بيردوش يوم الخميس والجمعه لانها اجازه، وحضرتك بتتصلي كعاده كل اللي بيتصلوا هنا بالبرنامج بيتصلوا يوم الجمعه اللي ما عندناش حد يرد فيه لانها اجازه ككل عيادات مصر. حضرتك انا مش بتصل يوم الجمعه، بس انا عاوزه اجي لحضرتك بالله عليك عشان انا كده يعني حضرتك قلقتني. لا هو حضرتي ما قلقكيش، حضرتي قال الحقيقه. نعم هو حضرتك طول ال3 شهور دول محدش قالك كده ولا حتى خيالك جابك لده؟ لا حضرتك انا كنت بقعد اقول كل يوم الدم هيروح الدم هيروح. حضرتك قعدتي كل يوم تقولي الدم هيروح 3 اشهر 100 يوم من يوم اجراء الجراحه، وانت بتقولي بكره ان شاء الله الدم هيروح، 100 يوم تلت سنه. دكتور تخدير ومش دكتور مش دكتور نساء اصلا. ما علينا من ده، أنا مش عايز أدخل في ده. حضرتك أنت بقى ردة فعلك إيه؟ 100 يوم بينزل عليكي دم بعد إجراء إجهاض، وأنت عاملة إجهاض قبل كده وعارفة إن بعديها بثلاث أربع أيام الدم انقطع. لا حضرتك أنا ما عملتش إجهاض قبل كده بالعملية، أنا عملت إجهاض بالبرشام. الإجهاض بالبرشام زي الإجهاض بالعملية. الإجهاض بالبرشام زي الإجهاض بالعملية. بعد نزول الحمل سواء ميديكالي بأدوية أو سيرجيكالي بتفريغ، تمام، ينتهي الدم بعد 3-4 أيام. حضرتك الدم ما انتهاش بقاله مش 3-4 أيام ولا 30-40 يوم، بقاله 100 يوم في دم. ده لم يشعرك بالقلق إن في حاجة غريبة؟ ما حضرتك أنا كنت حاسة فعلا بقلق، بس أنا مش مرتاحة لكل الدكاترة الموجودين، عشان كده أنا بحاول أوصل لحضرتك عشان نفسي أجي لحضرتك. طب يا فندم حضرتك تشرفيني، ودي يعني أرجو أن أكون عند هذه الثقة، بس الموضوع بتاع حضرتك ده سهل وبسيط وممكن أي دكتور قريب ليكي كان يقوم بيه، ومع ذلك حضرتك تشرفينا وتنورينا
وتقدري الوقت ممكن يقفلوا كده. انا حضرتك رحت للدكاتره كتير بس انا تعبت، ما مش بصدق ما كل واحد بيقول لي حاجه، فانا استجل حضرتك عشان اعرف ان حضرتك هتقولي. حاضر 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 معلش، هنقفل الصوت داخل الاستوديو ونخليها في الكنترول، وخدوا نمر التليفون ليها واحنا العياده هتتواصل معاها. يا فندم خدوا رقمها، انتوا خدوا رقمها. انتوا خدوا رقمها. تاني، الإجهاضات المبكرة في أيام وأسابيع الحمل الأولى تشير إلى مشكلة في نوعية وجودة البويضة التي خصبت وتم تخصبها وحدث الحمل منها. والدليل الأكبر على ده إن هذه السيدة كمان كان بقالها سنة بتاخد منشطات سعيا للحمل، لأن حكم كل الأطباء اللي راحت لهم إن تبويضها مش كويس، رغما إن بعضهم هيقول خداعا لها التبويض كويس. لكن قلنا نتعرف على التشخيص أطباء النساء بأفعالهم وليس بأقوالهم. فاللي قالوا لها التبويض كويس كتبوا لها منشطات، يبقى هم يروا ويحكموا ويؤكدوا إن التبويض مش كويس. كويس، في خلل في التبويض أدى إلى ضعف التبويض فتأخر حدوث حمل، فأخذ منشطات فلم يحدث حمل إلا بعد أكتر من سنة وانتهى بإجهاض كمثيله الأول، تمام؟ بس هي لما اتجوزت كان عندها مشكلة من درجة بسيطة سمحت بحدوث حمل وانتهى بإجهاض. زادت هذه المشكلة لأن حصل حاجة في جسمها أدت إلى زيادة درجة هذه المشكلة، فأصبح لا يحدث حمل وأصبح في اختلال في الدورة بتاعتها كميتها وعدد أيامها، وتأخر الحمل واحتاجت إلى أخذ منشطات ولسنوات سنوية متأخرة في الحمل تاني مرة، ثم لما حدث حمل انتهى بإجهاض. القصة بقى بتاعت العملية والتفريغ وإيه اللي حصل فيه وبعديه وده، لكن أي تفريغ يجب أن ينتهي الدم اللي منه بعد 3-4-5 أيام، أكتر من كده يبقى في شيء مقلق، أكتر من أسبوع 10 أيام يقينا في مشكلة ما، تمام؟ المشكلة قد تكون مشكلة هرمونية، بعض الستات بعد الحمل وإجهاض يبقى عندهم ارتفاع في هرمون اللبن يعمل خلل في الدورة، بس غالبا ده ما يستمرش ال100 يوم دول، تمام؟ غالبا في بواقي من الإجهاض داخل الرحم، أنا شبه متيقن يعني. إن شاء الله ربنا يوفقنا ويوفق حضرتك إلى كل خير علشان نزيل هذه المشكلة قبل أن تؤثر بالسلب على الأنابيب ولا تجويف الرحم. معانا اتصال تليفوني آخر. اتفضلي يا فاطمة، وطي التلفزيون لأن أنا سامع صوتي عندك. لو سمحت يا دكتور، أنا متجوزة ليا 8 سنين. أيوة. وعندي 23 سنة. كويس أوي، 23 سنة ومتجوزة بقالك 8 سنين. عملتين حقن مجهري قبل كده وفشل. 23 سنة اللي قدك لسه ما تخرجوش من جامعة، متجوزة بقالك 8 سنين وعملتي عمليتين حقن مجهري؟ يعني في حدود 8-9 سنين كده متجوز. 9 سنين متجوزه كمان؟ طيب. انت من محافظه وعملت ايه؟ وعملت عمليتين حقن مجهري. انت من محافظه ايه؟ اكيد ده من صعيد مصر. انت من محافظه ايه اولا؟ من اسيوط. من اسيوط. جوزوكي 15 سنه؟ حاجه زي كده. وايه الداعي لعمل الحقن المجهري؟ ليه رحتي تعملي حقن مجهري؟ عملت تحاليل. أيوة. هي التحاليل بتاعته ما كانتش يعني ما كانش عنده حيوانات منويه خالص. يعني الزوج كان عنده انعدام للحيوانات المنويه، كان عنده ازوسبيرميا، خدوا عينه من الخصيه. هو عمل جلول عندك دوالي على الخصيه وعمل عمليتين وبعد كده عملهم في سوهاج وبعد كده ما نفعوش. خد عينه من الخصيه. رحنا سافرنا مصر في مركز كبير والمركز ده قال لنا لا هو عنده حيوانات وينفع نعمل لكم عمليه حقن مجهري. ايوه لقوا حيوانات منويه في عينه من الخصيه ولا لا؟ دي ثالث مره اسال حضرتك. ايوه خدوا عينه من الخصيه لقوا حيوانات منويه. سحب عينه من الخصيه. ايوه عنده ما نسميه اوبستراكتيف ازوسبيرميا، انعدام الحيوانات المنويه نتيجه لانسداد القنوات المنويه،
فخدوا عينه من الخصيه وجدوا حيوانات منويه فقالوا من الممكن اجراء حقن مجهري. هم في سوهاج قالوا لنا ان هم ما لقوش، ما فيش غير امهات بس، ما فيش حيوانات منويه في سوهاج. ما لقوش حيوانات منويه، لقوا الخلايا الامهات لكن لم يصلوا حيوانات منويه ناضجه. فلما سافرتوا مصر في مركز كبير حطوه تحت ميكروسكوب فائق التكبير وخدوا العينه من الخصيه من اماكن تشير الى وجود حيوانات منويه، لقوا حيوانات منويه. فهم قالوا لنا لا العمليه هتنفع وكويسه وينفع تعمل عمليه، وعملنا العمليه وبعد كده راحت ما فشلت. فنقول لهم ايه سبب الفشل؟ فقالوا ان الدوزك كان عنده تشوهات شديده في الحيوانات المنويه. الحيوانات المنويه اللي لقوها كانت مشوهه وبالتالي كان فرص التخصيب منها قليله، ولو ان السؤال اللي بتسالوه سؤال لا معنى له كل المصريين، الحقن المجهري ليس بالضروره ان يكون هناك اسباب لفشله، الحقن المجهري قد يفشل وكل شيء ممتاز، نسب نجاح الحقن المجهري في احسن الظروف 30-35%، بمعنى ان ثلث الحالات فقط التي ستجري حقن مجهري ستنجح والثلثين لن ينجحوا، ده في احسن الظروف. بس بعد كده رحنا احنا عملنا عمليه تاني برضو، عملنا فضلنا فتره يعني في حوالي 4 سنين وخد عينه من الخصيه اخرى في مركز اخر وكررته الحقن المجهري. ايوه هو اتعالج يعني، راح مركز تاني واتعالج وبقي يعني طلع 10 حيوانات منويه. طلع حيوانات منوية بعد علاج مكثف، نجحوا ان يطلعوا بدل ما التحليل كان صفر بقى فيه 10 حيوانات منوية لقوها في السائل المنوي. طبعا ده عدد مش كبير لكن على الاقل رحموه من انه يعمل عملية اخرى لفتح الخصية. ما هو عمل 3 عمليات فتح الخصية 3 مرات. طيب والاخر مرة دي لقوا 10 حيوانات منوية بعلاج في السائل المنوي بدون فتح الخصية. وبعد كده راح طلع 10 حيوانات منويه. جودتهم ايه بقى؟ التشوهات فيهم ايه؟ كان التشوهات حوالي 35%، وكان عنده نسبه صديد. ايوه. وحوالي 65% نسبه صديد. انت عارفه يعني ايه 35%؟ يعني من 10 حيوانات منويه اللي هو مطلعهم في 6 بس اللي ينفعوا. ماشي المهم وبعدين؟ بس فهو الدكتور قال كويس، احنا حتى لو طلعنا منهم 2 حيوان منوي هينفع. وهو لو طلعوا 1 هينفع. ما هو حضرتك في الحقن المجهري بنبقى عايزين عدد حيوانات منويه على قد عدد البويضات اللي هتطلعيها. لو انت طلعتي 5 بويضات احنا مش عايزين فقط غير 5 حيوانات منويه في الحقن المجهري 1 لـ1 غير اطفال الانابيب. وبالمناسبه بمناسبه مكالمه حضرتك دي وهقطع المقطع ده وهجيب لكم فيديو عشان يفرق بين اطفال الانابيب والحقن المجهري. كملي اتفضلي. بس فبعد كده لما انا كشفت هم في المستشفى يعني في الحقن الاول قالوا لي ان انت كويسه وما عندكش اي حاجه وسنك كويس. مفيش، وسنك صغير وزي الفل، لكن رغم ان سنك حاجه و20 سنه المركز الثاني لما دعبسوا في الفحوصات بتاعتك لقوا ايه؟ طلعوا ايه؟ قالوا ايه؟ بس يما سالتهم فنقول لهم انا طلعت كام بويضه فقالوا لي 3. بس قلت لهم ازاي 3 يعني المفروض انا اطلع اكتر. مظبوط، لان ده مش مناسب جدا لسنك. قالوا لي لا انت ما عندكش اي مشاكل. بس فانا اتوترت من الحكايه دي. بس في الاول ان انا ما كنتش نعرف حاجه يعني، فما خدت بكلام الدكاتره. فلما رحت تاني بعد 4 سنين طبعا عملتي تحليل اسمه مخزون المبيض من البويضات. فهمت وفهمت، فرحت قلت للدكتور قلت له ازاي انا في السن ده وطلعت 3، فقال لي اعملي تحليل مخزون. فعملتي تحليل المخزون. يا جماعه اسمعوا الحدث ده، سنها 23 سنه واسمعوا تحليل المخزون هيطلع فيه ايه. ها طلع تحليل المخزون ايه يا فاطمه؟ ضعيف. يبقى الناس والدكاتره، ثواني يا فاطمه، والمريضات اللي تقول انا صغيره اعمل تحليل المخزون ليه؟ بنعمله عشان نتفادى المآسي دي. الست دي متزوجه و7-8 سنين ومرتين حقن مجهري واخذت اهمالا بان سنها صغير وما تعملش تحليل المخزون فما طلعتش الا 3 بويضات، وبالتالي قعدت 4 سنين دول طوال جدا بالنسبه لحالتها، واكتشفوا ان التحليل المخزون ضعيف. ضعيف كام يا فاطمه؟ تعرفي الرقم؟
لا مش عارفه الرقم بالظبط يعني. طب وتاني محاوله دي طلعتي كام بويضه؟ المخزون ضعيف ف يعني كويس، ابتدى علاج معايا في الاول اللي هو العمليه اللي عملتها الاول، خدوا فتره معايا، خدوا فتره علاج معايا شهر شهر عشان يطلعوا بويضات لان المبيض استجابته ضعيفه. ان هي عملت تورم في جسمي، اتورم جوه وما بقيتش حامله اي حق، حتى اني غسيل وشي ما كنتش احمل اغسل وشي من كتر حقن الهرمونات اللي خدتيها. طب وتاني محاوله خدتي كام حقنه وقعدتي تاخدي التنشيط كام يوم؟ الفيتامينات اللي هندوها ليكي والمنشطات جسمك مش متجبها، عشان كده حصل تورم. بس تاني مره بقى يا فاطمه، تاني مره، تاني مره طلعتي كام بويضه؟ خدت اسبوع بس المنشطات، يعني تجهيز للعملية خدت علاج أسبوع. يا فاطمة طلعتي كام بويضة بقى؟ أيوة طلعتي كام بويضة تاني مرة؟ تاني مرة طلعت ثلاثة برضو. برضو وما خدتش غير علاج أسبوع بس في مرحلة يعني التنشيط، كانت أسبوع بس. فالدكتور قال لي إن أنت عندك ثلاث بويضات وكويسين، وان شاء الله ما يطلعوش فاضيين، هيطلعوا كويسين يا رب. ولما سحبوهم طلعوا فاضيين ولا كويسين؟ لا طلعوا كويسين. واتخصبوا حقنوهم؟ اتخصبوا اتنين، اتنين اتخصبوا كويس. ما كانش ينفع التالت، التالت ما كانش ينفع، لكن الاتنين نفعوا ونقلوهم. نقلوا لي الاتنين. وحصل حمل ولا لا؟ وما حصلش حمل. ربنا يعوض عليكي، في أقرب وقت تكرروا المحاولة عشان المخزون الضعيف بتاع حضرتك، رغم أن أنا عارف أن الكلام اللي بقوله ده يحملكم ما لا طاقة لكم به من مجهود وفلوس ولا آخره، لكن للأسف هو ده المسار اللي نملكه في مثل هذه الحالة. فاطمة دي مأساة متكررة، مش فاطمة مأساة، الحالات بتاعتها دي اللي بنشوفه ده اللي بنسمعه ده، وقالوا لي سنك صغير وانت ما عندكيش حاجه وتعالي بكره اعملي حقن مجاري، ده انت 23 سنه وما طلعتش الا ثلاث بويضات، وبعدين لما رحت المركز وعملوا لي مخزون، يعني انا كنت عمال بسمعها وعارف الاحداث هتسير لمسار ايه لان بشوف ده كل يوم. ها وعملوا لي تحليل المخزون قالوا لي المخزون ضعيف، رغم ان انا كنت من اول المكالمه بلومها انها اتجوزت صغيره، لكن حتى صغر سنها ما طلعش شفيع ليها، لان صغر السن لا يمنع ان يكون المخزون ضعيف. وبالتالي كلام فاطمة ده هنقطعه ونقطع منه جمل، وناخد كل جملة نعمل عليها حلقة ونوضح لحضراتكم ان المخزون اللي ضعيف مش لازم تبقى سنها كبير، الفرق بين الحقن المجهري واطفال الانابيب، وهل تنفع اطفال الانابيب بعدد حيوانات منوية قليل ولا الحقن المجهري هو المطلوب، وخطوات التخصيب ايه، وكيف نحكم على الاجنة. للأسف إن زي ما قلنا حضراتكم البرنامج ده من الحياة، فدايما اتصالات حضراتكم هي اللي هنستخدمها عشان تبقى الماتيريال، المادة بتاعتنا اللي نعمل إعداد للحلقات القادمة. في الحلقة القادمة سأتابع مع حضراتكم خطوات الحقن المجهري وكيف نحكم على الأجنة وجودتها ونقلها، ونلخص خطوات الحقن المجهري، لكن كمان أوعد فاطمة إن ناخد مكالمتها باهتمام شديد، لأنها تثير أيضا موضوع متكرر وللأسف مشكلة بنشوفها كل يوم، إهمال عمل تحاليل المخزون تحت زعم إن المريضة صغيرة السن، ونفاجأ بهذا. كل السيدات وكل الأنسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا، أرجو نكون بالبشرة والمعلومة العلمية الصادقة الصحيحة جينا، وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا، وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير، حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي العلم الصحيح والقول الصادق والمعلومة الطبية الموثقة. بإذن الله تعالى أشوفكم بكل خير، وإلى أن أعود وألقاكم أترككم، سلام الله يحيط بكم ويرعاكم وألقاكم، ودايما اللي بينا بشرة خير. الحمل دي نعمة وآيات، محتاج منا لرعايات، الصبر متعب وهتهون، والله بتحل بالبتحل، الحمل دي نعمة بتحل بالبتحل، الحمل دي نعمة وآيات، محتاج منا لرعايات، الصبر متعب وهتهون، والله بتحل بالبتحل.
الحمل دي نعمة اتحلت، الحمل دي نعمة وقاية.